وينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد بعد التحية، يعني كيف ترى أهمية هذه الزيارة المهمة في هذا التوقيت الحساس والدقيق بالنسبة للسودان؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وعايزين نقول ان ما هو الا تفعيل للسياسه الحيويه المصريه اللي احنا بنشهدها منذ 8 سنوات. مصر هي زي ما احنا بنقول دايما صخره الاستقرار والامن لدول الجوار، سواء اذا كان في السودان، سواء اذا كان في ليبيا، سواء اذا كان في مشكله قطاع غزه. انا اعتقد ان مصر من الدول العربيه الاولى بل في العالم اللي كان ليها الفضل الاول والوحيد من القياده السياسيه الحكيمة والرشيدة عندنا إن هي تجنب السودان ويلات الحرب. دعت كل القوات السياسية، مصر هي أول دولة دعت كل القوى السياسية لتضع حوار سوداني سوداني دون تدخل أي جهة خارجية في هذا الحوار. ولو حضرتك تفتكري يعني مع بعض كده مؤتمر دول الجوار اللي حصل في شهر يوليو 2023، وكان خارج ببعض المخرجات المهمة جدا اللي انبثقت منه أيضا مؤتمر جدة في هذا الموضوع، كان من أولها التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، والاتفاق على دايما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم على دخول وتسهيل المساعدات الإنسانية المستدامة المقدمة للشعب السوداني ودول الجوار بالتنسيق طبعا مع دول الجوار. ويعني احنا لو اتكلمنا دول الجوار بالنسبة للسودان يعني هي أكبر دولة عربية لها دول جوار في الخريطة العربية، 10 دول جوار تدخل فيهم المساعدات الإنسانية. فأنا أعتقد هذه الزيارة مهمة جدا، جاءت للتنسيق على هذا الدعم الإنساني والمساعدات الإنسانية، على اهتمام القوى السياسية الموجودة في السودان بعدم اللجوء أو وقف الحرب. وخاصة النهاردة حضرتك لو احنا يعني متتبعين الموقف، النهاردة بتنهي مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان اليوم، وكان أنطونيو جوتيريش بيركز النهاردة الخميس على ان لابد ان تنهي هذه الازمه وان يكون اطراف النزاع السوداني الى وضع هذا السلاح جانبا والانخراط في مباحثات سلميه واسعه النطاق تؤدي الى استئناف مره ثانيه وعوده مره ثانيه المفاوضات. مصر طبعا بتيجي هذه الزياره الثانيه بعد زياره دوله ليبيا والتاكيد على العلاقات الثنائيه بين السودان وليبيا الاقتصاديه والسياسيه، وايضا انا اعتقد ان مصر هي صناعه السلام في السودان لانها جندتهم فعلا ويلات هذه الحروب، واعتقد ان احنا هنلجا بعد كده الى طاوله المفاوضات. واعتقد ان المباحثات النهارده مهمه جدا لكيفيه تشكيل اداره الازمه لجعل هناك طاوله مفاوضات بين الجانبين لاجل انهاء هذا الصراع بين الطرفين. واعتقد احنا بعد كده هنتكلم على البنى التحتيه، وانا اعتقد ان مصر ليها دور كبير جدا في العالم العربي على بناء البنى التحتيه وعوده البنى التحتيه في كافه الدول الجوار اللي يعني بتتضرر من الحروب زي قطاع غزه زي ليبيا. فانا اعتقد ان ممكن المباحثات تتطرق يعني دكتور سعيد ممكن يعني نقول انه في الفتره القادمه في انفراج في الازمه وتحول في اداره الازمه من الشق العسكري الى الشق السياسي والدبلوماسي. طبعا وده انا عايز اقول لحضرتك ان مصر يعني ليها قوه كبيره جدا وليها يعني خبرات ومخزون من الخبرات في هذا الموضوع. احنا كثير من القضايا السياسيه تم حلها بهذا الموضوع بهذا بطاوله المفاوضات. فانا اعتقد ان هناك انفراج في هذه الازمه. احنا دلوقتي يعني نوعا ما توقف الحرب بين الطرفين او النزاع السلاحي بين الطرفين. فانا اعتقد هذه الزياره يعني اتيه لاداره الازمه بشكل ونوع اخر، الا وهو المفاوضات اللي مصر عندها مخزون كبير في هذا الشق. وانا اعتقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد ان هيركز كتير جدا على ازاي ان السودان تطلع بقدر كبير جدا من المخرجات الايجابيه في هذه المفاوضات والاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الانسانيه مره ثانيه المقدمه للسودان، لان فعلا السودان والشعب السودان وده اللي احنا بناكد عليه ان شعب السودان محتاج فعلا الى مساعدات انسانيه مستدامه في هذا الموضوع.
ونبدأ في وجود حل سلمي لوقف الصراع الدائر بين الطرفين عن طريق طاولة المفاوضات بشراكة مصرية. فمصر فعلا صنعت السلام. وانا عايز اشير بس لحضرتك ان مركز كارينج للسلام في الشرق الاوسط كان عامل احصائيه، هذه الاحصائيه بتقول من هو الداعم الاساسي لدوله السودان، واجاب نسبه 92% ان القياده الحكيمه المصريه الموجوده في مصر هي صناعه السلام في السودان. فانا اعتقد احنا لينا الاحقيه والاولويه ان احنا نضع المعطيات الأساسية لهذه طاولة المفاوضات لحل النزاع. أشكرك أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.